صباح الخير أحبائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أحبائي، بعد أن مررنا بالعصور كلها، العصر الجاهلي، العصر الإسلامي، الأموي، العباسي، الأندلسي، وصولا إلى العصر الحديث الذي قمنا بتقسيمه إلى العصر الحديث الأول، العصر الحديث الثاني، والآن سنتحدث عن العصر الحديث الثالث. أيمكن لمجتمع أن يخلو من مفاسد وشرور؟ ما دور الأدب في هذا المجال؟ أين الأدب من قضايا المجتمع؟ أحبائي، من مميزات الأديب أنه عين نفاذة، عقل محلل، وبصيرة رائية، لذلك هو يتغلغل إلى أعماق المجتمع، أفرادا وجماعات، تقاليد وعادات، حضارة وتوجهات، فينفذ إلى ما فيه من نقائص ويحلل أسبابها ويرى ما يلائمها من حلول، فيكون الأدب الاجتماعي. ومما لا شك فيه أن الأدب في وجه من وجوهه هو التزام، إنه يلتزم قضايا مجتمعه، يريد الإصلاح من أجل الارتقاء، إصلاح ما في المجتمع من خلل سياسيا، اجتماعيا، خلقيا، ومن إقطاع يحقد، وظلم يأسر، وتعسف يفسد، فهو هنا رسالة والأديب رسول. من المعروف أننا مررنا بعصر الانحطاط، فبعد أن سقطت بغداد عاصمة الثقافة في العصر العباسي عام 1258 ميلادي، وأحرقت مكتباتها العامرة وخصوصا مكتبة بيت الحكمة، سيطر ركود ثقافي وسنوات من الفقر والتمزق والظلم، واستبسل الحكام استبدادا وقهرا، إذ ذاك غطى الفكر في سبات عميق، فلم يشرق تيار فكري ولا توجه أدبي، إلا أن الظلم مهما طال وتجبر سيعرف نهاية، وقد بزغ فجر النهضة لأسباب عديدة، فقد التهبت النفوس حبا بالتغيير الذي بدأت ملامحه مع إشراقة النهضة، وتتابعت سياسيا رفض العبودية والانتداب والاستعمار، واجتماعيا رفض الإقطاع والقهر والتسلط، وأدبيا رفض التقليد، وعلى كل صعيد. وهكذا لم يعد الأدب العربي مع النهضة أدب قصور وأبراج عاجية، بل أصبح أدبا ديمقراطيا ملتزما، يعنى بشؤون الناس وشجونهم، فيعالج موضوعات اجتماعية كثيرة، ومن أبرزها العدالة الاجتماعية، الحرية، الإخاء، المساواة، تحرير المرأة، المفاسد الخلقية والاجتماعية، والعادات والتقاليد البالية، أيضا التحدث عن مشاعر الحب تجاه الوطن. حب الوطن نزعة إنسانية عاطفية تتبلور في مظاهر كثيرة، منها الشعر الوطني، فما هو الوطن؟ وبالتالي ما الأدب الوطني؟ متى ظهر ولماذا؟ ومن أبرز رواده؟ في القانون أن الوطن أرض ذات حدود، وشعب يسكن هذه الأرض، ودستور وقوانين تنظم حياة هذا الشعب. على هذا لم يبرز مفهوم الوطن إلا في العصر الحديث، ففي البدء كان نظام العشيرة أو القبيلة، فالجاهلي رحالة بحثا عن الماء والقوت، فلم يكن لديه وطن بالمعنى الحديث لهذه الكلمة، ولا أدب وطني،
وفي نظام الخلافة لم يظهر الوطن بالمعنى المذكور سابقا، ولم تظهر الكلمة الوطن على امتداد العصر العباسي وصولا إلى العصور الحديثة. والأدب الوطني هو أدب محبة الوطن والفخر به والدفاع عنه والنضال في سبيله والحض على تحريره والعمل على سيادته والدعوة إلى نشوء العدالة والمساواة والحرية فيه. وقد ظهر هذا النوع من الشعر مع وعي الجماهير خطورة الاحتلال وفساده ومساوئه وأثره في الأوطان والشعوب، وبدئها العمل من أجل الحرية والسيادة والاستقلال. حدث ذلك بدءا من القرن التاسع عشر وامتدادا حتى اليوم. فخلال الحكم العثماني عانى العرب واللبنانيون ويلات الظلم والقهر والجوع وما ولدت هذه من مآس إنسانية وكوارث اجتماعية وهجرة وانتفاضات. ساعد على انتشار هذا النوع أفكار الثورة الفرنسية، وكانت قد عمت العالم العربي عبر الصحافة والكتب والأندية والندوات والمحاضرات. والوعي الشعبي والقومي لضرورة الارتفاع بالوطن شعبا ومؤسسات واستنهاض الهمم وبث الحماسة الوطنية في قلوب المواطنين. ومن أهم الأدباء الرواد في هذا المجال أحمد شوقي، بدوي الجبل، معروف الرصافي، عمر أبو ريشة، جبران، أبو القاسم الشابي، بدر شاكر السياب، الأخطل الصغير، سعيد عقل، وديع عقل، إلى آخره. وهكذا أحبائي انتهى درسنا لليوم. طاب يومكم.